You know, تعرفون it is من إنه من دواعي سروري وشرفي بأن أنظر إلى هذه الوجوه السعيدة هنا. أنا أتأكد بأن سعيد جميعنا علينا أن نشكر أريج وحليم لهذا لمجموعة حليم الموسيقية للبدء الرائع في هذه الأمسية. أعزائي الصحفيين، مدققي المعلومات، المهنيين، المعاملين في مجال الإعلام، سيداتي وسادتي مدراء مجلس إدارة أريج، لقد أنهيتم 3 أيام من العمل الكثيف والنقاشات والتشبيك في هذا الملتقى، وأود أولاً أن أشكر السيدة روان ضامن وعمل أثمن عملها وفريقها على العمل الممتاز الذي جرى. الموضوع هذه السنة لملتقى أريج لأجل إعلام حر هو الآن يتعلق بعالمنا أكثر من قبل. التهديدات ضد حرية الرأي وحرية الإعلام هي تتصاعد حول العالم بما فيه في دولتي وفي الدول العربية. التهديدات ضد الحقيقة، الصحفية تم استهدافهم وفي كثير من الأحيان دفعوا ثمانا باهظة، حتى أنهم دفعوا حياتهم من أجل مشاركتهم بقصصهم، مثل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقل التي دفعت حياتها ثمنا في تعبيرها الحرية. أود أن أشكر وأنا أود أن أعبر عن تعزية الحارة لعائلتها ولأصدقائها ولكم جميعا زملائي. حرية الإعلام وحرية التعبير هامة جدا للوصول للمعلومات وبناء الديمقراطية، الإرادة الديمقراطية والمجتمع المزدهر. الإعلام المستقل يقدم المعلومات وتحليل المعلومات والمنصات للمناظرات النقدية. جميعها تضع الحكومات تحت المساءلة وتشكل عملا كبيرا لتحقيق حقوق الإنسان، وهذا ولذا إن الترويج للإعلام الحر المتنوع هو عنصر هام لحقوق الصحفيين والثقافة. نحن to be a partner with Arij under the I will not خصوصا في برنامج مشروع لن أبقى صامتة لمحاربة العنف والتحرش والتمييز لحرية الصحفيين عبر العالم الافتراضي والعالم الحقيقي، ونتأكد بأن صوت الصحفيين يتضاعف و يكون حول العالم. خلال الأيام الثلاث الماضية تبادلنا كيف نتعامل مع التحديات، كيف نواجهها، وهذا كان تشارك بين الصحفيين وكيف التعامل في الفضاء المساحات الصحفية، الأمان الرقمي والاستدامة والاستقرار. لكن الليلة نحن هنا لنحتفل بنجاحاتكم كشبكة الصحفيين العرب، وبالاستجابة إلى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، كلمات رئيس وزراء بلدتي في دولتي بأن الديمقراطية تعتمد على عمل الصحفيين الشجعان. لذا دعوني أشكركم جميعا. فالشجاعة هي كل ما هي أنتم ما أظهرتموه، وأنا أتشرف بأنني أدعو إلى هذا حفل إطلاق الجوائز لأثمن عملكم. أتمنى لكم السلام والأمن والصحة والشجاعة اللي تبقى معكم طوال أيام حياتكم.